قررت أبدأ أول يوم جراتيتيود تشالنج بأكتر حاجة عارفة أن قد إيه هي مهمة وقد إيه أنا مقصرة في حقها جدا جدا، صحتي. الصحة دي نعمة كبيرة أوي يا جماعة، نعمة إنك تصحى الصبح سليم معافى، مش بتاخد أدوية ولا تمشي بعكازات ولا على كرسي متحرك، وجسمك سليم ونفسك سليم. دي فعلا نعمة كبيرة جدا احنا واخدينها for granted، وللأسف أسلوب حياتنا السريع خلانا نهمل فيها ونركنها على جنب بزيادة. أنا فعلا ممتنة لربنا سبحانه وتعالى جدا إنه أنا وعليا إني أصحى كل يوم الصبح قادرة أتحرك وقادرة أتنفس وأنزل من السرير براحتي وأتكلم كويس وأشوف كويس وأسمع كويس، إيفن إن أنا ممكن أدخل المطبخ أعمل فطاري بإيدي. ممتنة جدا إن على الرغم من تقصيري بس ربنا صابر عليا. دي دعوة ورسالة لنفسي أولا ولينا كلنا ثانيا، إن لبدنك عليك حق. ننام كويس وناكل كويس ونهتم بنفسنا أكتر من كده في شوية، وزي ما صديقي دايما يقول اتدربوا يا جماعة، العبوا رياضة. العقل السليم في أي جسم، بس الجسم السليم برضه بيفرق. أشوفكوا على خير في الفيديو اللي جاي.